أنا أشرف إبراهيم وده المخبر الاقتصادي. لو معايا مبلغ من المال وعايز أحفظ قيمته وأزوده، يا ترى هسيبه بالجنيه ولا هشتري دولار ولا ذهب؟ المعتاد في مصر لما أي حد بيحب يحفظ قيمة مدخراته بدل ما هي مركونة في الدولاب وبالتالي قيمتها بتقل، إنه بيقرر يحطها في البنك، ولكن في اللحظة دي بتقابله مشكلة وهي إن سعر الفايدة بيكون دايماً أقل من مستوى ارتفاع الأسعار، يعني مثلاً زي دلوقتي كده بتلاقي سعر الفايدة 15% ومستوى ارتفاع الأسعار 20 أو 22 أو 25%، وبالتالي بتفضل الفلوس برضه قيمتها بتقل حتى بعد ما بيحطها في البنك. كمان في شبهة الحرمانية، طيب لو قرر يشتري ذهب على اساس الذهب بيزيد كل يوم، او لو كان حتى عريس وهيجيب شبكه، فلو راح للجواهرجي واشترى 100 جرام ذهب من عيار 24 وكان الذهب ساعتها ب 750 جنيه ومصنعيه الجرام ب 50 جنيه، فطلع حساب الاسوره والخواتم والعقد اللي اشتراهم ب 80000 جنيه، سابهم فتره وبعد كده لقي الذهب زاد ل 800 جنيه فقرر يبيعها، راح لنفس المحل وباعهم ولكن طلع حسابهم كام بقى؟ 80000 جنيه برضه. الراجل اخذ الفلوس وهو بيضرب كف في كف، ازاي يا جدعان مش الذهب زاد 50 جنيه للجرام؟ يعني المفروض اكسب 5000 جنيه، ازاي ابيعه زي ما انا شاريه؟ طب هو ايه اللي حصل معاه بالظبط وايه السر في الموضوع؟ في اخر الفيديو هنفهم كويس اللعبه ماشيه ازاي وهنبقى نرجع لقصه صاحبنا ده، بس خلونا نرجع للسؤال الرئيسي دلوقتي، هو ازاي احوش فلوسي؟ احط فلوسي في الذهب ولا الدولار ولا اشتري بيهم شقه؟ الاجابه هي الذهب، لانه انسب وعاء استثماري امن حاليا، وده لاكثر من سبب. السبب الاول ان الذهب اتجاهه العام صعودي دايما ولكن بيتحرك ببطء، يعني ما تشتريش ذهب النهارده وتبيعه بعد اسبوعين، لازم تصبر مش اقل من 3 شهور مثلا عشان تحقق مكسب. السبب الثاني ان الذهب هيزيد على مستوى العالم الفتره الجايه لانخفاض الدولار المحتمل، لما واحد فيهم قيمته بتزيد الثاني بينخفض. طب وايه اللي هيخلي الدولار يقل الفتره الجايه؟ الحاج ترامب. الحاج ترامب اغلب التقارير البحثيه بتقول ان قيمه الدولار هتنخفض بقوه الفتره المقبله بسبب سياسات الرئيس ترامب التصادميه والحمائيه اللي هو بينتهجها، هتؤدي لعزل الولايات المتحده واتجاه معظم الدول للاتفاقيات الثنائيه في تبادل العمله. مش بعيد السياسات دي كمان تولد أزمة مالية عالمية جديدة، خصوصا انه هيعيد جميع الإجراءات اللي كانت السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية في 2008. اما بيكون في قلق في السوق العالمي، اغلب المستثمرين الدوليين بيتخلصوا من الدولار بيروحوا للملاذ الآمن اللي هو الذهب. اجري يا مجدي. كمان معدل التضخم في الولايات المتحدة بيأثر على سعر الذهب، زيادته بترفع اسعار الذهب لان القوة الشرائية للدولار بطبيعة الحال بتقل. ده كان في السوق العالمي، اما في السوق المصري الموضوع مختلف حبتين، يعني يجي الذهب والدولار لحد السوق المصري ويتحدوا هما الاثنين قدام الجنيه الغلبان. فلما الدولار بيزيد الذهب هو كمان بيزيد، ليه؟ لان مصر بتستورد حوالي 30 طن ذهب سنويا، وطبعا الاستيراد بيكون بالدولار، عشان كده الاثنين ماشيين في اتجاه واحد. الكلام ده هنبقى نعمله حلقه منفصله باذن الله، نحاول نعرف يا ترى لما الدولار بيزيد امام العملات الرئيسيه الاخرى بيكون ايه موقفه امام الجنيه والعكس، وايه وضع اسعار الذهب في الحالتين في السوق المصري. الشاهد ان الدولار هيصعد على مستوى العالم، وده في اغلب الاحوال هيؤدي لارتفاع اسعاره في مصر. السبب الثالث ان الذهب افضل من العقار في المرحله الحاليه، وده بسبب مخاوف بدات تتكون وتزيد يوم بعد يوم من فقاعه عقاريه يبدو انها بدات تتشكل في مصر، وباذن الله هيكون في حلقه كامله عن الفقاعه العقاريه في مصر، وترى هل فعلا ده حقيقي ولا احنا بنبالغ حبتين. المهم لو حدثت فقاعه عقاريه هتعد انخفاض قيمه العقارات. السبب الرابع ان مخاطر الاحتفاظ بالدولار اكبر منها في الذهب، وخاصه في اقتصاد متذبذب زي الاقتصاد المصري لانه يعتبر في اضعف حالاته حاليا. طبعا في احتماليه للمزيد من التدهور ولكن السيء حصل، وبالتالي ففرص التعافي اكبر، يعني مجرد ما الحكومه ربنا يهديها وتسلك مجاري تدفق الدولار زي السياحه والاستثمار الاجنبي المباشر، قيمه الجنيه هتزيد وبالتالي الدولار هينخفض. طيب الكلام ده جميل وخلاص قررت اني استثمر في الذهب، يا ترى هشتري عيار 21 ولا 24؟ لا انت مش هتشتري ولا عيار 21 ولا 24، انت تنسى خالص تشتري اي مشغولات ذهبيه. خلونا بقى نرجع لقصه صاحبنا اللي لسه واقف مذهول قدام المحل وبقى شكله كده انا زعلان لانه باع الذهب زي ما اشتراه رغم ان سعره زاد. الحقيقه ان صاحبنا ده ما خدش باله من حاجه مهمه جدا وهي سعر المصنعيه. في جميع المشغولات الذهبيه المصنعيه اللي انت دافع ثمنها لما اشتريت بتتخصم منك لما تيجي تبيع، والخساره بتزيد لما يكون الذهب مستورد، يعني مصنعيه الذهب الايطالي مثلا بتوصل ل 150 جنيه. طب ايه الحل دلوقتي؟ الحل انك تشتري سبائك او جنيهات ذهب، لان المصنعيه مش بتخسرها بشكل كامل وانت بتبيعهم ثاني بعكس المشغولات الذهبيه اللي المصنعيه كلها بتروح عليها. السبائك بتكون اوزان مختلفه وفيها الوزن الاشهر اللي اسمه اوقيع او اونصه ووزنها 31.1 جرام، وجميع السبائك بتكون من عيار 21 فقط، يعني من الذهب الخالص، عشان كده بتعرف سعرها من ضرب عدد جرامات السبيكه في سعر عيار 21. السبيكه بتكون اما 10 جرام او 20 جرام او 31.1 اللي هي الاوقيع اللي قلنا عليها، او 50 او 100 جرام او حتى كيلو. اما الجنيه الذهب فبيكون اما 7 او 8 جرام بس. مصنعيه المشغولات الذهبيه بتتراوح بين 40 ل 50 جرام حسب المحل، اما مصنعيه السبائك والجنيهات الذهب بتكون بين 15 و18 جنيه للجرام. لما بتروح تبيع السبيكه او الجنيه الذهب مش بيتخصم المصنعيه الا النص بس تقريبا، والباقي بيتم اضافته على سعر الذهب نفسه يوم البيع. المثال بتاع صاحبنا في اول الفيديو اشترى الذهب ب 80000 جنيه، ولما الجرام زاد 50 جنيه راح باعه برضه ب 80000 جنيه.
اما لو هيشتري نفس الوزن في شكل سبيكه يعني 100 جرام مثلا، وكان سعر عيار الذهب 24 يوميا 750 جنيه والمصنعيه هنا هتكون 15 جنيه للجرام، فكان هيدفع 76,500 جنيه. ولما الذهب يزيد 50 جنيه فكان هيروح يبيع السبيكه ب 80,800 تقريبا، يعني كسب 4,300 جنيه. لكن في الحاله الاولى ما كسبش حاجه خالص رغم ان الذهب زاد 50 جنيه للجرام. سبائك وجنيهات الذهب موجوده في محلات الذهب الكبيره، بتحجز السبيكه حسب الوزن اللي انت محتاجه وتاخدها بعدها بايام، ولازم تتاكد انها مدموغه من مصلحه الدمغه والموازين عشان تكون مشروعه قانونا وتقدر تبيعها بعد كده، ويفضل انك تبيعها للمحل اللي انت شاريها منه. في الاخر لو انت معاك فلوس ونفسك تستثمرها وتحفظ قيمتها، فاتمنى ان الفيديو ده يكون ساعدك. هتعمل ايه لو انت داخل على جواز وهتشتري دهب؟ فنصيحه مهمه، اشتري كميه الدهب اللي انتوا اتفقتوا عليها في صوره سبيكه مش مشغولات ذهبيه، وممكن تكتفوا بالدبل عشان تقدر تحقق اكبر استفاده ممكنه وما تخسرش. انا عارف طبعا من الستات الفطر للذهب وانها عايزه تلبس زي بنت خالتها وصاحبتها والكلام ده، ولكن خلونا نتعامل مع الموضوع بحكمة أكبر، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعيشها في مصر دلوقتي. بس أنا برضو مش مسؤول عن فركشة الجواز. لو أهل العروسة استغربوا من قصة السبيكة دي ممكن توريهم الفيديو. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو في أي كومنت ممكن تحطه تحت الفيديو واحنا هنرد عليه.